مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في تاني حلقة مع بيري والشاذلي. النهاردة عندنا فقرات حلوة جدا، مش عايزاكم تسيبوا الشاشة لأن عندنا ضيوف في قمة الجمال والشياكة وفي قمة هقول إيه الذكاء. عايزاكم تفضلوا معايا، وفي نفس الوقت عايزة أشكر جميع التهاني والرسائل اللي جات لنا على صفحة البرنامج، بجد بشكركم، ده دعم جدا لينا والدكتور محمد الشاذلي. طبعا احنا مستنيين الدكتور، هو حالا جاي دلوقتي، بس ان شاء الله نبدأ حلقتنا مع بعض. ونبدأ معانا النهاردة في حلقات وفي فقرات شيقة جدا، معانا مواضيع مهمة هتناسب الراجل والست. احنا هنتكلم في نقط كتير قوي، هنتكلم في مش عايزة أحرق الفقرات اللي عندي، ومش عايزة أحرق كل الضيوف اللي عندي، بس خليكم معايا واستنوني علشان نشوف ايه المفاجآت اللي مقدمها لكم النهاردة. الحلقة دسمة جدا وهتعجبكم ان شاء الله، ومستنية مداخلتكم. معانا مداخلة. تمام، معانا هنتكلم عن الاتيكيت ولا على الشياكة ولا على الذوق الرفيع ولا على الجمال ولا على اقول ايه، انا مش لاقية تعبير اقوله عليها. بس احنا عايزين نتكلم النهاردة مع الدكتورة اللي مشرفاني النهاردة في البرنامج، وسعيدة جدا ان هي معايا، دكتورة شريهان الدسوقي، مدربة الاتيكيت المعاصر وبروتوكول الدولي. اهلا بيكي استاذه عبير، بجد ميرسي جدا جدا على المقدمه الجميله قوي دي، انت شرفتينا. دي اقل حاجه بجد يعني. حبيبتي انا سعيده ان انا معاكم النهارده حقيقي في البرنامج. ربنا يخليكي. النهارده طبعا انا فرحانه جدا ان انت معايا، لان طبعا انا هطلع من البرنامج هنا مكتسبه منك معلومات دسمه. ان شاء الله. دلوقتي في مشكله، احنا مش هنقول مشكله. تمام. في واحده ست واحد راجل، احنا هنتكلم على الاثنين طبعا، بس هنتكلم مبدئيا عن الست. الست بيجي في وقت عليها، مش هقول بتصحى من النوم، فجاه تلاقي نفسها ايه ده، انا ضيعت عمري فجاه، ايه ده انا بقالي سنين عماله اربي في ولادي، ومجهودي كله للبيت، ومجهودي كله لولادي، ومجهودي كله لجوزي ولشغلي، ايه ده انا عمري الجري بيا، لا ده انا ضيعت عمري فجاه، لا انا لازم اغير من نفسي، لازم البس لبس تاني خالص، لازم اغير من الستايل بتاعي. فجاه الست تحس ان هي متمرده عن كل حاجه حواليها، بيجي لها حاله ملل. نفس الحوار ده بيحصل مع الراجل، تلاقي الراجل فجاه بيغير ستايل لبسه، بيلبس الوان مترقعه، يصبغ شعره، الموبايل، الفيسبوك، شات. فجاه الست تقول ايه ده، هو في ايه، هو الراجل ماله اتغير كده ليه؟ طبعا اللي احنا بنتكلم عنه ده كله اسمه ازمه منتصف العمر. ايه ازمه منتصف العمر يا دكتوره؟ طب حبيبتي، طبعا حضرتك قلتي مقدمه جميله جدا، وده فعلا اللي بيحصل. اول حاجه عايزين نعرف المشاهدين يعني ايه ازمه منتصف العمر، لان مع الاسف السينما المصريه او الدراما صورت ازمه منتصف العمر، مش هو ده لما الراجل بيكبر في السن بيبقى عنده 50 60 سنه بيعرف واحده على زوجته بيتجوزها، بس هي دي الموروث اللي عندنا بالظبط. لكن بالعكس منتصف العمر بالظبط، عارفه زي مرحله المراهقه اللي كنا بنمر بيها واحنا صغيرين. شفتي كانت مرحله حساسه ازاي، وكان الام جداً. والاب بيقعدوا يعني يشوفوا هيحلوا المشاكل اولادهم ازاي، ويبقوا قلقانين عليهم جدا. نفس برضو المشكله الانسان بيمر بعد يعني مثلا بعد سن 45 سنه بيبدا يدخل في مشكله منتصف العمر. ولكن اللي هقوله النهارده مش كل الناس بتتعرض لازمه منتصف العمر، ونقول مين الفئه اللي مش بتتعرض ليها. يعني هو بيبدا من سن 45 سنه. بصي هو زمان كان اقل من كده، من 35 سنه لحد مثلا 60 سنه، ولكن بما ان دلوقتي اصلا سن الزواج بقى لحد دلوقتي بقى بيتجوزوا عندهم 40 سنه، فبيبداوا اوريدي حياه جديده، ولسه بالزبط. في بيبي بيربوه، يعني لسه مش مدركين ان الحياه فاضيه. لكن طبعا بعد مثلا 45 50 سنه بيفضل تصحي من النوم فعلا زي ما انت قلتي السيده، ايه ده هو اولادي كبروا وخلاص فاضيه، ايه هو انا ايه وشي يعني، ايه يا شيري انت كبرتي كده ليه، انت يعني مثلا عارفه اللي هي لا انا لا لازم اغير من نفسي، لازم بسرعه ان انا الحق نفسي. بس الاول بتمر بحاله نفسيه، اول ما بتحس ان هي كبرت او ان هي مش مهتميه بنفسها او هي مستنزفه طول الوقت، ودي مشكله، بترجعي نفسك شمعه تحترق من اجل الاخرين طول الوقت. بالزبط. لازم نحط تحتيها الف خط طبعا، ان انت في الاخر بتدفعي الثمن.
فانت بتقولي ايه؟ طيب المرأة يعني بيبقى في حالة نفسية، اول حاجة بتلاقي بطنك يعني ايه مش عايزه تاكلي، او في امساك، او في اسهال القولون العصبي طول الوقت. طب نستنى بقى الاعراض اللي بتظهر لكل ست في مصر. أيوة. وفعلا دي موجوده ومعانا مداخله. مين معانا؟ استاذ علي صبري، المحامي. الو الو، ازيك يا استاذ علي؟ ازيك يا استاذ علي، محامي بالاستاذ نائب العالي ومجلس الدوله. ازيك يا استاذ علي؟ الحمد لله. شرفتني 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 بمداخلة حضرتك. ربنا يخليك. الأول عايز أبارك لك على البرنامج، وإن شاء الله كده بداية موفقة وربنا يكرمك إن شاء الله. ميرسي ميرسي على التهنئة دي. وأستاذ علي صبري محامي متخصص في قضايا الأسرة، فعلا حتى أي حد بيلجأ ليه بيقدر يحل له مشكلته. طب بما إن حضرتك معايا على الهوا هستغلك. اوكي. الامر لله. دلوقتي طبعا احنا عارفين النهارده اول يوم في فك الحظر، تمام؟ القرارات اللي اخذناها، القرارات اللي اخذناها في مجلس الوزراء، مجلس الوزراء، ان دلوقتي ما فيش حظر، والنوادي اتفتحت، الكافيهات اتفتحت، تمام؟ بالنسبه للنوادي اللي هي فيها 25% الناس اللي يبقوا المفروض موجودين فيها، احنا عارفين ان في رؤيه بتتم في النوادي وفي المراكز. هل الرؤيه هتتم فعلا في نفس الوقت ده في اللي احنا فيه، لسه فيه كورونا ولسه فيه عدوى واحنا خايفين على اولادنا، هل المساحه متاحه ان احنا ممكن نروح ننفذ الرؤيه في الاماكن دي حاليا؟ بصي يا استاذ علي، القرارات بتاعت رئيس مجلس الوزراء دايما بتصدر عامه، تمام؟ وكل وزير بينظم القرار على حسب الطريقه اللي هو يشوفها في الوزاره بتاعته. تمام. تنظيم الرؤيه او استكمال تنفيذ احكام الرؤيه هيبقى خاضع هنا لقرار لوزير العدل. وزير العدل، تمام. يقول هيتنفذ ازاي، لا هنأجل الرؤيه شويه، لا هننفذ بطريقه معينه، هيصدر قرار بده يقول لنا احنا ازاي هننفذ الرؤيه وهنتعامل مع الرؤيه في ظل وجود وباء الكورونا الفتره اللي جايه. تمام. طب من وجهه نظرك احنا دلوقتي مدينا مساحه 25%، معقوله هيبقى في مساحه ان الاطفال، وانت عارف الاعداد قد ايه، ان هم يروحوا وهنبقى مطمنين على اولادنا في ان احنا نسيبهم ثلاث ساعات بيتحركوا ومش عارفين ازاي نحميهم؟ ما هو عشان كده بقول لك لازم يبقى في حد مختص هو اللي يباشر الموضوع ده. تمام. هل فعلا هيقدروا ينفذوا قرارات الرؤيه مع وجود ضمانات ان الضمانه الصحيه للاطفال والاباء والامهات اللي هيبقوا متواجدين في ظل ان الموضوع هيبقى صعب؟ تمام. في ظل الاماكن اللي حضرتك عارفها، اماكن الرؤيه عامله ازاي؟ غير ادميه اساسا. طبعا الاماكن كلها على حسب اللي احنا شايفينه، لا هتبقى صعب طبعا التنفيذ، لان صحه الناس وصحه الاطفال وصحه الاباء والامهات اهم من اي حاجه ثانيه. تمام تمام. انا متشكره لك لحضرتك استاذ علي صبري محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله، وبضم صوتي لصوتك، واتمنى ان وزير العدل يعني ينظر بنظره الاب للاباء، ان هم عايزين الرؤيه. اوكي ماشي، احنا ما عندناش اعتراض، بس اطفالنا هيكونوا في خطر. شكرا يا استاذ علي. نرجع بقى للاتيكيت. دكتوره شريهان، حضرتك احنا كنا وقفنا ان في اعراض بتظهر على الست بالظبط في ازمه منتصف العمر. حضرتك بداتي بتقولي الانتفاخ، الاعراض دي عند الستات كلها. ما هي بصي، اول بصي طبعا في مرحله عمريه بعد 45، طبعا احنا هنتكلم بطريقه علميه اكتر. تمام. خصوصا بعد انقطاع الدوره الشهريه دايما بتحصل حاله فوران للدم في جسم المراه. تمام. فلازم فورا بعد الانقطاع بتروح يعني لدكتور النساء بتاعتها تكتب لها، طبعا عشان انا مش طبيبه مش هقدر اقول اسم الدواء على الهواء، ولكن كل طبعا واحده حسب الدواء المخصوص ليها، بيخلي الحاله المزاجيه حلوه وبيخلي الدم يمشي فعلا في الجسم في الدوره الدمويه بطريقه كويسه جدا. تمام. يعني المفروض ان الست طبعاً بعد انتهاء انقطاع طبعا لازم تروح لدكتور ولازم تتابع عنده. طبعا ما تسيبش نفسها كده، لان طبعا هيحصل لها على طول حاله، على طول فوران، مخنوقه، ضغط الدم، هتلاقي بشرتها بتتغير، الكولاجين خلاص بينتهي، شعرها بيبدا يقع منها فعلا، فبالتالي هتدخل برده في ازمه منتصف العمر، لان هي بتحس ان هي انا كبرت، انا عجزت، انا اللي راح مني مش قد اللي جاي، فبتتمرد. لا انا بقى هلحق نفسي. ايوه. انزل اعمل دايت كيتو، دايت اللي طالع دلوقتي الموضه. طبعا والبس لا حاجات شبابيه شويه.
مش هتهتمي شويه يعني الاولاد حتى يعني يقولوا ماما انت ايه اللي جرالك، لا اكلوا نفسكم انتوا. انا اصل خلاص الاولاد خلاص بيوصلوا لسن محدد وخلاص بتلاقي كل واحد بياخد اتجاهه بالظبط. بتلاقي الست فجاه ان هي قاعده لوحدها، طب فين صحابي، طب فين ولادي، طب انا فين، انا فين. حلو قوي حضرتك قلتي كده، دي بقى النقطه. دايما ساعات المراه بتني حياتها شغلها واصحابها وكل حاجه عشان بيتها وزوجها واولادها فقط. طب هل اولادها ما لهمش اصحاب؟ هل زوجك ما لهوش اصحاب في الشغل بيخرج معاهم؟ ليه انت دايما قاعده شمعه تحترق من اجل الاخرين طول الوقت لحد ما توصلي لسن معين تحس ان حياتك انتهت وتبدا يبقى في ازمه؟ تمام. دي النقطه. عارفه بقى لو هي كانت بتشتغل يعني انا الحمد لله مثلا والدتي طول عمرها امراه عامله وبتشتغل، فدايما جميله ودايما صغيره ودايما مهتميه بنفسها، عمرنا يعني ما شفناها يعني مرت بازمه منتصف العمر، لان هي على طول حياتها مشغوله. يعني قصدك ان الشغل بيبقى ليه نسبة طبعاً كبيرة ان الست ما توصلش طبعا او لانها ما تحسش بالازمة. طيب في حاجة برضو نقطة تانية قريت عنها، بيقولوا لك برضو ان الزوج المفروض لو هو قاعد مع مراته تمام عشان ما يوصلهاش لازمة منتصف العمر، ويا ريت الرجالة يسمعوني طبعاً في الحوار ده، ان هو يشاركها حتى لو حاجات بسيطة ملموسة، مش يشاركها بكلمة حلوة وبس طبعاً. لا يعني نازل تجيب معاها حاجات من السوبر ماركت، شيل معاها شنطة، البيبي شيله شوية، يا سيدي اقف في المطبخ اغسل طبقين، مش هيحصل مشكله التقدير. يعني التقدير، بصي التقدير اهم حاجه في حياه الطرفين. ايوه التقدير بالظبط. يعني هي لو حست كمان ان هي اولادها وزوجها في تقدير منهم ليها برضو مش هتحس او هتشعر بالمشكله دي. النقطه كمان دايما الزيجات اللي في سن الصغار، عشان دايما بقول للبنات بلاش نتجوز نبقى فرحانين قوي، نتجوز 18 20 سنه هتبدا بعد كده هي اللي عاشت سن مراهقه ولا خالص سن الشباب ولا خرجت، فما تيجي برضو لسن الاربعينات هتقول انا ما عشتش عمري، لا انا هبدا تاني ارجع للعمر، تبدا حتى تصادق ناس مش مناسبين لمستوى الاجتماعي ولا الثقافي. تمام. بس عارفه بيفرحوها، بيخلي المود بتاعها بيحسسوها ان لسه صغيره، بس بعد فتره بتفوق ايه اللي انا عملته في نفسي ده، الناس دي بالزبط. حتى مثلا بعد كده لما تحصل مثلا لو جوزها مش واخد باله من المشكله دي ويحصل تصادم، هتيجي هنا تقول لها لا لا اصل هو بيصرف كويس، هو بيعملني كويس، بس انا مش عايزه اكمل معاه. يعني ازاي ده انت يعني خلاص ولادكوا عرايس، خلاص بنتك قربت تتجوز، وده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل. لا خلاص وفعلا، بس دايما بقول الطلاق ده في اسمها رفاهيه الطلاق، يعني مش اي واحده بتقدر انها تتطلق بسهوله. وفعلا لو في رفاهيه طلاق واتطلقت بعد شهر واحد بالظبط هتحس بيه، لا تعالى خدني انا اسفه، ان هي بتراجع نفسها لان الروتين يومها اتغير، هي متعوده على روتين يعني. قصدي حضرتك ان هي لما بتوصل لمرحله الازمه دي ممكن القرارات بتاعتها هتبقى خاطئه تماما طبعا. يعني المفروض ان الست في الوقت ده ما تاخدش اي قرار نهائي، لان طبعا زي ما ازمه المنتصف العمر ليها ايجابيات ليها سلبيات. وهي مرحله، يعني هي مجرد حاله كرايزس بس. وهي مش يعني مش مشكله، وفي نفس الوقت مش اضطراب نفسي، ان الناس تفتكرها اضطراب نفسي تمام او ازمه نفسيه يعني ملهاش علاج. لا هي مرحله، ولكن يا اما بتطول شويه يا اما بتبقى بسيطه شويه. اهم حاجه اللي حواليها بيكونوا مقدرين الموقف كويس جدا، ما يحصلش تصادم. ازاي؟ لا زي ما احنا قلنا ان يبقى في تقدير، الزوج يعني ايه يقول طب ايه اللي حصل، طب يقعد معاها يكلمه، طب انت ايه اللي يرضيكي، يعني الزوج عليه عامل كبير في حاجه زي كده. طبعا كبير جدا جدا. وكذلك برده ما هو احنا برده لازم نتكلم عن الزوجه، لما الزوج يعني مش عارفه الزوج بيحس امتى بازمه منتصف العمر، هو بيفضل من سن العشرينات بيفضل يشتغل وعايز يجيب فلوس باي شكل، يكون اسره، يدخل اول مدارس كويسه جدا، بيحاول يجمع فلوس على قد ما يقدر، فبينسى نفسه. تمام. طيب احنا هنطلع فاصل وهنرجع لكم، هنرجع لكم تاني، واستنونا ما تمشوش. اعزائي مشاهدين برنامج مع بيري وشاذلي، عاملين ايه، اخباركم ايه، وحشتوني جدا من السبت اللي فات لحد النهارده. النهارده انا معاكم محمد الشاذلي، بستكمل الفقره النسائيه الجميله اللي كانوا منفردين فيها سامع من اول ما وصلت لحد هنا الناس كلها ملهاش تيره الا الفقره النسائيه اللي شغاله، بتكلموا على ازمه منتصف العمر، وشكلنا كده داخلين على ربيع العمر ولا هنعمل ايه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي مع دكتورتنا الغاليه دكتوره شريهان. زيك نور الدنيا، اخبارك ايه؟ الحمد لله. طيب قاعدين بقى تتكلموا على الستات بقى وبتاع وناسيين الرجاله خالص. الرجاله اخبارنا ايه لما بنوصل عند منتصف العمر؟ هي غالبا الرجل هو اللي ما بيحسش قوي بازمه منتصف العمر غير بعد لازم يحصل مثلا حاجه او دراما معينه بتخليه يحس بكده. فانا كنت لسه بقول للاستاذه عبير يعني دايما الرجل طول الوقت من سن العشرين بيفضل يشتغل عشان يكون نفسه ويعمل بيت وعيله، ومحتاج فلوس وعايز عربيه وعايز شقه هنا وشاليه هنا، فبينسى نفسه مع دوامه الحياه، وبيبدا ما بيحسش حتى بالسعاده ان الفلوس دي مش بيسعد نفسه بيها. حد مثلا ممكن في يعني مثلا ندي مثال، قابل مجموعه من اصحابه بايام زمان، ايه يا محمد انت مالك كبرت كده ليه؟
فهو هيضحك دايما. حتى لما نيجي نتكلم في موضوع الاتيكيت يا جماعه، لما نيجي نكلم حد او نهزر ناخد بالنا من كلماتنا، انا ممكن اضحك بس بعد ما ارجع البيت اتاثر والكلمه تاثر فيا. فانت هترجع بعدين تبص كده في المرايه، ايه ده، هو انا فعلا كبرت ازاي؟ مش واخد بالي من لبسي وشكلي؟ عارفه لا هو يعني بيريحوا لما تبهدلوا الايام، هم بيريحوا بيجوا قالوا من الاخر، ايه ده انت قرعت كده ليه وكشك طلع وشعرك ابيض وايه ده وشك مكرمش انت عجزت ولا ايه؟ اه فيبدا هنا، لا انا كل ده وعندي فلوس وكل ده مش عارفه اهتم بنفسي، لا انزل بقى الجيم، اعمل بقى فورمه الساحل، اجيب تشيميزات بينك احمر الوان غريبه، البرفيوم بيتغير، لو مثلا شعره فيه خصلات بيضه لا انا هسبغه. فيبدا هنا برده البيت عنده الزوجه والاولاد، ايه ده والراجل جراله ايه بالظبط؟ بالظبط يعني بيطلق مصطلح مجازيه يعني حتى بنسمعه اوقات، يقول لك رجل متصابي او رجل ما مدى صحه بقى ال هي مع الاسف الناس طبعا، لان هو بيعمل حاجات كان المفروض يعملها في حياته اللي هو شريط حياته اللي هو نسيها بالظبط. يعني دايما ابو معاش السن الشباب فكده بيعيش على عشان كده انا كنت لسه بقولك مش كل الناس بتمر بازمه منتصف العمر. ناس معينه اللي هي ما عاشتش حياتها صح، كل مرحله في حياتنا لازم نعيشها صح قوي بكل حاجه، بالمظهر، بالتفكير، بوجداني، بكل مشاعري، عشان كل سن وليه لبسه وليه يعني مظهره وليه كلامه وليه ثقافته يعني وليه الحكمه بتاعته. فلما انا ما اعيش السن زي ما قلت دوامه الحياه عشان اكون نفسي وانسى نفسي وشكلي وستايلي، وفعلا يعني ده بقى بيحصل هنا مازمه منتصف العمر. مش كده بقول الزوجه لا تاخد تاخد بالها بس نفس الوقت بلاش يحصل تصادم، لان احيانا طبعا بيبقى فيه بقى باسورد على الموبايلات الفيسبوك يبقى فيه جديد خالص. كنت لسه هسالك، طب انت قلتي لي ان الموقف زي ده مع المراه المفروض الراجل يبقى جنبها طبعًا ويتعامل معاها معامله نعمة شوية واهتمام. طيب بالنسبة للعكس بقى هنا الراجل الست بقى هتعمل معاه ازاي؟ الراجل بيبقى فيه مشكلة، لان الست مهما كان بتتدارك الازمة بسرعة وبرضه بتبقى حابة بيتها واولادها اكتر. بالظبط. الراجل لا بيبقى حاسس ان هو لا ما كده كده انا خلاص عملت اللي عليا وكونت لهم البيت اللي هم عايزينه واديت مهمتي خلاص. طيب. لا اعيش حياتي انا بقى. احنا شفنا في بعض الحلقات الدرامية كانت تقريبا على يعني على التيمة بتاعت السيركازم. تمام. بتقول له ايه يا راجل جرايه يا راجل اللي احنا كبرنا. ايوه. طيب ازاي بقى احنا عشان نواكب المرحله دي؟ يعني هو احنا كبرنا على ايه؟ هل احنا كبرنا على ان احنا نعيش حياتنا بالشكل الطبيعي زي ما ربنا سبحانه وتعالى قسمه لنا، ولا هل احنا كبرنا فخلاص نبقى قاعدين نتجه لدكتور الضغط ودكتور السكر ودكتور السمنه اذا كنا بنروح له يعني او بنتابع علاجه، مش بنجيب الدواء نركنه في البيت؟ بالظبط. ادلنا الوصفه السحريه بتاع الدكتوره شريهان. لا حضرتك بجد قلت يعني اثرت نقطه مهمه جدا. اول حاجه لما هي المراه كل شويه تقول لجوزها احنا كبرنا، انت اصلا بتكبري نفسك في عينيه، فممنوع خالص انك تقولي الكلمه دي اول حاجه. بعدين كل حاجه منها مشاركه، يعني انزلوا اعملوا شوبينج مع بعض، انزلوا روحوا الجيم مع بعض، عايزين تعملوا نيويورك اعملوه مع بعض، يبقوا متفقين مع بعض بحيث دايما حاسين حياتكم في حاجه. ننزل ناخد فوتو سيشن شباب جميله يعني. جدا الفرصه بتبقى اكبر ليهم، لان خلاص الاولاد كبروا بقوا في حاله ثانيه. أيوة. خالص في حياتهم يقدروا دلوقتي خلاص عندنا مساحه. ليه ما نعملش كده؟ وتسافروا تقضوا يومين في اي مكان. طبعا احنا مش بنقول الناس اللي فيه رفاهيه قوي، على فكره اي مكان مش شرط يكون غالي، مش برضه لازم والله في حدائق عامه يعني الكلام ده بيحصل بيبقى خاطب كل الفئات. فدي نقطه. النقطه الثانيه برضه لو احنا نرجع تاني للمراه مع زوجها، برضه لازم تخلي بالها منه، لان احيانا فعلا بيحصل منه مواقف هتبقى صعبه جدا، لازم تلحقه اول باول، لان زي ما احنا بنقول برضو دايما في السينما او الدراما مصورنا ان الفتره دي لازم يبقى في زوجه ثانيه او في واحده ثانيه. وبينقي دايما مثلا شكل اللي هو كان مفتقده زمان. وانا صغير في المراهقه كنت بحب بنت شكلها كده، لا انا نفسي فيها ثاني، نفس الستايل ثاني، نفس الشكل ثاني. بس هنا بالعكس هو بيخسر، لان ممكن فعلا يتزوج، ممكن يخلف اولاد ثاني، يحصل طلاق ثاني، عمل نفسه مشكله في حياته. نصيحه اخيره للناس اللي بتتابعنا دلوقتي، خصوصا اللي بيمروا بفتره منتصف العمر وداخلين على ربيع العمر. طيب اول حاجه خالص ما اعملش حاجه اسمها بيرسوناليزيشن، اللي هو انا ما اخدش كل حاجه على نفسي طول الوقت، او ان انا دايما احس خلاص ولادي كبروا ان خلاص البيت هيفضى عليا، وابدا دايما اتصور في خيالي حاجات مش هتحصل. يعني دايما بقول بلاش نقدر البلاء قبل وقوعه، ممكن ما يحصلش كل التصور السيء اللي هو جه في بالك. ثاني حاجه ان انا اخدها بطريقه ايجابيه، يعني حلو قوي ان انا اقف واقفه مع نفسي واقيم حياتي كويس جدا، هوايه كنت نفسي اعملها زمان اعملها، الاولاد كبروا اخدها بالعكس ان دي حاجه جميله ليا، ان انا ارتحت شويه من مسؤولياتي. وعايزه اقول ان سن ال40 اجمل سن للمراه، او يمكن انا لسه ما وصلتلوش لسه بدري طبعا يا جماعه. انا عايزه اقول لك على حاجه، هو فعلا يعني القعده مع حضرتك ما مهما تقولت ما بنشبعش منها، والنصايح الجميله اللي بنسمعها من حضرتك. بس انا
عايز منك وعد على الهواء للمشاهدين ان انت هتبقى معانا في اقرب فرصه. مش هستنى 3 شهور تاني يا دكتور. لا لا ان شاء الله. يعني اقرب فرصه تانية قويه جدا جدا باذن الله قريب قوي. ان شاء الله تشرفينا. انا اللي كنت سعيد النهارده ان انا في ضيافه حضرتك. بجد كنت منورانا النهارده واطلاله حضرتك دايما المميزه الجميله اللي الناس كلها بتستناها. نورت الدنيا يا دكتوره شريهان، واحنا متشكرين جدا لتشريف حضرتك لينا النهارده.